السلام عليكم، مساكم الله بالخير والرضا. الأمير محمد عبد الله الرشيد الله يرحمه ويرحم موات المسلمين، يوم من الأيام سأل الحضور اللي عنده بالمجلس، وعنده من وجهه حائل ومن خارج حائل، قال: من هو أكرمكم؟ ما حد جاوب، ويسأل ثاني مرة، قال: من هو أكرمكم؟ يا والله الرجال كلن يتلفت للثاني، كلن يقول على مزيد: والله والنعم بالحضور، والنعم بالجميع، والنعم بالجميع. ويسأل ثالث مرة، قال: من هو أكرمكم؟ ما حد حدسه، هو يقوم هكا الرجل، قال: أنا أكرم الحضور يا طويل العمر، أنا أكرم الحضور. قال: وش المعنى؟ يقول: أنت يا أبو الرشيد الهالرجل، من هو الرجل هذا اللي قام؟ الرجل هذا راعي جفايفة عثمان التميمي، ويقولون لهم زهب الطرازي، رجل طيب وكريم. قال: وش المعنى؟ يقول: أبو الرشيد العثمان راعي جفايفة. قال: أنا أعلمك يا طول العمر، شوفوا الرد، ما هذا محقوق أحد يا راعي جفايفة. قال: الرجال الحضور هذه كلها ونعم، كلها طال عمرك أهل كرم وأهل اشداد، وكلنا اشداد على ذلوله ونعم بالأجواد، لكن أنا يا طويل العمر طلعتها طال عمرك أبويا فزير وجدي فزير، كلها فقرة ما عندها شيء، لكن طلعت علمي بيمناي. يقولها راعي جفايفة: طلعت علمي بيمناي، والله هذولا على أثر رجال طيبين وأهلهم طيبين كرمة، لكن أنا لا جدي ولا أبويا كلهم ما عندهم شيء، لكن أنا طلعت علمي بيمناي. قال: صدقت. يقولها أبو الرشيد له: صدقت ونعم، ونعم يا راعي جفايفة ونعم. هذا الرد اللي يعطي الرجال حقوقه وياخذ حقه، ما هذا محقوق الرجال. وصدقه أبو الرشيد، قال له: نعم صدقت. فالطيب ما هو محكور على حد، خطو رجل يطلع ويطلع علمه بيمناه ومشيخته بيمناه، وهذه كلها توافيز من هالكريم. فالله يرحم عثمان راعي جفايفة ويعز عياله من بعده ويرحم موات المسلمين. سلامتكم.